السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت لكم فيديو جديد. اليوم غادي نشارك معكم الطريقه ديال تحضير الزيتون. ندوزوا للطريقه. هنا كما كتشوفوا عندي الزيتون، هنا عندي الزيتون خضر، وعندي هذا الزيتون هكايا اللي كيكون غادي الحموريه كما كتشوفوا، كيكون هكايا مخلط وكتعزلو، اولا كيكون هكايا بوحدو هكايا خضر كما كتشوفوا. الكميه كتبقى على حسب اللي بغيتو هكايا. صافي، هنايا غادي ندوز معكم الطريقه كيفاش غادي ندير ليه. هنايا عندي واحد البيدو ديال 5 لتر كما كتشوفوا، البيدو هكا ديال 5 لتر درت فيه الماء، ويمكن لكم ديروه في اي حاجه، البيدو ولا قرعه، المهم على حساب. وهنايا عندي واحد القرعه هكا صغيره ديال هكا، عندها القفله هكا دايره هكا بواطه. صافي، غادي ندوزو هكا للطريقه. هنايا غادي ندير مسله، لا يعني هكا مفرشخ الزيتون، هكا مفرشخ كناخذوا هكايا واحد البلاستيكه وكندير فيها هكايا الزيتون بحال هكا، كتجي طريقه سهله. المهم بغيتو ديروا ليه هاد الطريقه، اولا كتشدوه وكتشقوه كديروا ليه بحال هكا بالموس، كتشقوه ثلاثه تشقيقات هكايا بالموس بحال هكا بهاد الطريقه، اولا كتشدوه هكايا وكتضربوه بواحد هكايا بعصا ولا بهكايا بالمسن ولا حجره، كديروا ليه بحال هكا ضربه، غير ضربه هكا خفيفه يعني كيولي مفرشخ بحال هكا. هانتوما صافي، كتفرشخوه هكا بحال هكا على هاد الطريقه، كيتفرشخ هكا هانتوما بحال هكا، كيتفرشخ بحال هكايا على هاد الشكل. بحال هكايا بحال هكا بحال هاد الطريقه كيجي هكايا، يعني هذا المفرشخ اولا كيكون كنقول ليه الزيتون مسلاله بحال هكايا، اولا هاد المشقوق كتشقوه هكايا بالموس. صافي، كناخد هكايا البيدو كندير فيه هكايا الماء باش ما يكحاش ليا هكايا الزيتون. صافي، كنخوي فيه هكا كنديرو فيه هكايا الزيتون بحال هكا، وهذا حتى هو نفس الطريقه، حتى هو كناخدو كنديرو ليه هكايا الموس اولا كديرو ليه كتفرشخوه. صافي، وغادي نديرو هكايا، هذا كنديروه بوحدو وهذا بوحدو، حيت هاد الخضر كياخد الوقت هكايا وهذا دغيا كيطيب. صافي، بحال هكا يكون بقى مستمره بحال هكا. كما كتشوفوا من بعد ما كنكملوا على هاد الطريقه كما كتشوفوا، انتما كنبقى نشقوا هكايا ولا كنفرشخوا كما كتلاحظوا بحال هكايا بهاد الطريقه، وكنعمروا هكايا في البيدو حتى كيعمر هكايا كامل، كنساليو وكنعمروا عليه الماء حتى الفم، يعني كيتغطى هكايا الزيتون باش ما كيخسرش لينا كما كتشوفوا بحال هكا. وهاد الحمر حتى هو كناخذ المساكي وكنشقوا بحال هكا حتى كنكملوا، كندير ليه ثلاثه شقات هكايا وكنحطوا حتى هو كنعمر عليه الماء هكايا على هاد الطريقه. هانتوما صافي، دابا راه كملتو هكايا كامل بحال هكايا، هذا كنشقو بالموس وهذا كنفرشخوه. صافي، بحال هكايا على الطريقه، والطريقه ديالو باش كيوجد هكايا، هذا عمرت عليه هكايا كما كتشوفوا بالماء وكنسدو عليه هكايا، وكنبقاو نبدلو ليه الماء كل نهار، يعني كل نهار هكايا كنبدلو ليه هاد الماء وكنديرو ليه ماء جديد. تقريبا هكايا واحد السيمانه حتى العشر ايام هكا كيكون واجد، يعني كيكون واجد، وديك الساعه كتزيدو ليه الملحه، تزيدو ليه الورق ديال سيدنا موسى، تزيدو ليه الحامض، المهم المنسم هكايا اللي بغيتو كتنسموه به، كيبقى بحال هكايا على الطريقه. وهذا حتى هو هاد الخضر هاد المسلاله حتى هو كنعمرو عليه الماء بحال هكا، هكايا كنبقاو نبدلو ليه حتى هو الماء كل نهار، كل نهار هكايا كنبقاو نبدلو ليه الماء حتى كتكمل 10 ايام هكا كيكون واجد، يعني 10 ايام هكايا صافي كيوجد. ديك الساعه كندوقو وكنتلاقاو حلو، كنزيدو ليه الملحه وكنزيدو ليه ورق ديال سيدنا موسى والحامض وداك الشيء، صافي كيكون هكايا واجد وكنتناولوه. وهكايا لما بغيتو يبقى عندكم طول العام، يعني سنه هكايا ولا عام هكايا، ما كتبدلوش ليه الماء، كتخليو ليه نفس الماء كيبقى حتى عام، ما كيوقع عليه حتى شي حاجه. هذه الطريقه ديالو ديال التحضير ديالو اولا التخزين ديالو هكايا. ودابا راه الموسم ديالو هذا موسم ديال الجني، راه موجود دابا في السوق، نستغلو هكايا ونوجدو هكايا في الدار، وعرفنا شنو وجدنا في الدار هكايا، ناكلو شي حاجه ديال الدار بدون مواد حافظه هكايا كما كتشوفوا. دابا صافي هو واجد، من بعد ما يوجد هكايا ونوجد معكم هكايا شي طويجنات، دابا راه جاي البرد وجاي هكا، ونوجد معكم شي طويجنات. صافي، هذا هو الطريقه ديالو، كنبقاو بحال هكايا حتى كنخليوه كدوز 10 ايام وكيكون واجد هكايا. ونتمنى يعجبكم هاد الوصفه اللي شاركت معكم وتجربوها، وما تنساوش تشتركوا معايا في القناه وتدعموني باش يبقى يوصلكم كل جديد، وبصحه وراحه.